وبهذه المناسبة أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في تصريح خاص لمركز الأخبار أن العلاقات البحرينية المغربية تشهد نماء وتطورا مستمر بفضل العلاقات الأخوية بين جلالة الملك المعظم وأخيه ملك المملكة المغربية، وهو الأمر الذي انعكس في مواقف البلدين الشقيقين والتي تصب في دعم الأمن والاستقرار. نعم، وأعرب الصالح عن بالغ الاعتزاز بعمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع المملكتين والشعبين الشقيقين. بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العشر المجيد، يطيب لي أن أتقدم بأطيب التهاني وأجمل التبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأنتهز هذه الفرصة للإشادة بعمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة والمحبة والتكامل والتعاون، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء بفضل العلاقات المتميزة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.